ينقل أحد الأشخاص يقول: كنت قد ذهبت إلى حج بيت الله، رحت إلى الحج وفي أثناء الطريق تعرضت لحادث كاد أن يودي بحياتي، إما حادث سيارة أو ما أشبه ذلك، اللي كان الخطر خطر محقق، ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله نجاني من ذلك. يقول: أنا رحت إلى أن وصلت إلى بيت الله الحرام، فرأيت على باب المسجد رجل يبيع البطيخ، بطيخ جيد، فأخذت أنظر في أنواعه وألوانه وأسأل عن السعر، وقلت له: أنا أروح إلى المسجد الحرام وأصلي ركعتين ثم آتي إليك. يقول: أنا رحت وبدأت الله أكبر. يقول: بمجرد ما قلت الله أكبر، الشيطان الذي يأتي على كتف المصلي، أكو شيطان يأتي على كتف المصلي ويذهب بفكره من هنا إلى هنالك. يقول: بدأ وذهني انتقل إلى البطيخ، أنه أنا عندما أكمل صلاتي أشتري البطيخ الغالي أو البطيخ الرخيص، وكم عدد أشتري، وإذا بي أقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت الصلاة. يقول: طلعت من بيت الله وإذا برجل يأتي ويهمس في أذني: الله الذي نجاك في هذا اليوم من ذلك الخطر المحقق، في بيت الله تصلي لله صلاة البطيخ، ما تستحي من الله؟ يقول: أنا عندما قال لي هذه الكلمة أخذت أرجف، التفت حوالي فلم أجد أحدا. حقيقة أنتم لاحظوا صلواتنا كل شيء فيها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الصلوات هل ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى؟ الله المتفضل المنان الذي أعطانا كل شيء، 7 دقائق 10 دقائق واحد لا يتوجه إلى الله.